حياكم الله من جديد المشاهدون الأعزاء في موجز الأخبار. أشرف اليوم وزير البيئة والصيت إبراهيم محمد جمال الدين على فعالية الاجتماع الذي جمع أعضاء اللجنة التوجيهية المكلفة بإطلاق مشروع الخطة الوطنية لمواجهة التغير المناخي التي تضم خبراء من تشاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أن هذا المشروع وفقا لتصريحات الوزير جمال الدين يرمي إلى إعداد مخطط جديد وضعته الحكومة بالتنسيق مع البرنامج للحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي. اللجنة الفرعية المكلفة بالتوعية بلجنة إدارة الأزمة الصحية تباشر أنشطاتها رسميا، وذلك من خلال تقديم عدد من الكمامات لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، وذلك بهدف توزيعها بالمؤسسات التعليمية بعدد من الولايات في خطوة من اللجنة للحد من انتشار فيروس كورونا. سياسيا، عقد صباح اليوم حزب الديمقراطي والاستقلال الشامل بي دي اي مؤتمره الاستثنائي السابع بمركز المنى الثقافي، وذلك تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة. المؤتمر جاء تحت شعار الظروف السياسية الحالية رحان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. الرئيس الوطني للحزب ليدي بياسمداد دعت في خطابها مناضلي الحزب إلى التماسك والتضامن من أجل تحقيق نتائج مرضية في الانتخابات المقبلة. شهدت اليوم غرفة التجارة والصناعة والمناجم والحرف اليدوية أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها الغرفة لصالح عدد من الفاعلين الاقتصاديين بهدف تعريفهم بمحامهم ودورهم الأساسي أثناء الولاية القنصلية الحالية. رئيس الغرفة علي أجي محمد سعيد تناول الدور الأساسي الذي تقوم به الغرفة القنصلية في تطوير القطاع التجاري وخاصة القطاع الخاص، وأضاف بأن هذه الدورة جاءت قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2021. نهاية الموجز، إلى اللقاء.